كل محبي الرياضة وخاصة كرة اليد تابعوا امبارح الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر وهتستمر لحد يوم 18 يوليو. البطولة بتقام على صالة حسن مصطفى والصالة الدولية في 6 أكتوبر. بدأت البطولة بمباراة مصر أمام منتخب الكاميرون. رجالة كرة اليد عملوا ماتش كبير جدا امبارح وفازوا على الكاميرون بنتيجة 40-17. المباراة اللي جاية للمنتخب المصري هتكون بكرة إن شاء الله قدام المنتخب المغربي. كل التوفيق لأبطال كرة اليد اللي دايما بيشرفونا في كل البطولات الكبيرة. ده حقيقي يا شاذلي، حقيقي الماتش امبارح كان هايل. يعني احنا دايما منتخب اليد بالنسبة لنا احنا دلوقتي يعني بنبص له بصة تانية، احنا متعودين على اللعبة الجماعية، هي لعبة كرة القدم، لكن دلوقتي من أكتر الألعاب أو من أكتر الرياضات الجماعية المتفوقة فيها مصر هي كرة اليد، فيها لعيبة مهمة جدا وما عندهمش مبدأ تمثيل المشرف. يعني الكلمة اللي احنا دايما بنقولها دي بالنسبة لهم مش موجودة، دايما بيبقوا حريصين ان هم يلعبوا على الفوز، وعشان كده بنشوفهم على منصات التتويج افريقيا ودوليا. لسه من كام يوم منتخب اليد حاصل على الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وكان قريب جدا حقيقة من الفوز بالذهب، لكنه خسر من إسبانيا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 28-27. عشان كده اللعيبة لما رجعوا من الجزائر خدوا راحة يوم واحد فقط وهو يوم الوقفة، وبدأوا من أول يوم العيد التجهيز والتحضير للبطولة. الحقيقة كان عندهم حافز مهم جدا إن هم عايزين يساعدوا الجماهير وعايزين يفوزوا ببطولة إفريقيا اللي بتتلعب على أرضنا. كمان من ضمن الحاجات اللي كانت مهمة جدا ولفتت انتباهي امبارح هي أن مصر دايما جاهزة لاستضافة البطولات الدولية والأفريقية. امبارح كان افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. من 3 شهور كان عندنا كأس العالم للجمباز بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي. في شهر 9 اللي فات كان عندنا بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، وفي عز أزمة كورونا مصر استضافت مونديال العالم لكرة اليد واللي شارك فيه 32 دولة. بعد 3 أيام مصر هتستضيف بطولة العالم للسلاح. كل ده بيقول إننا عندنا بنية تحتية رياضية قوية ودايما جاهزين لاستضافة أهم البطولات العالمية في كل الألعاب. دي نقطة مهمة جدا، ويمكن لو رجعنا لتصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتر مناسبة كان ليه تصريحات واضحة بخصوص البنية التحتية الرياضية. وجه سيادته بأنه يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، عشان مصر تكون مؤهلة لتنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في كل الألعاب. الحقيقة ده أصبح موجود دلوقتي في منشآت كتيرة جدا زي مدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة واللي فيها استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكل الألعاب الفردية والجماعية. صباح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.